مع الأسف ممكن تسبب وفاة أو شلل. دكتور عادل الرجولة ينصح ساندي باللجوء إلى الجراحة. لو صار عندك تنميل باليدين هذه جائزة أخذتها بال2019 قبل كورونا كأفضل دكتور علاج طبيعي بالشرق الأوسط. وعشان كده إيتي بالعربي قابل دكتور عادل الرجولة متخصص العلاج الفيزيائي حصريا عشان نسمع تعليقه على جدل سمكار البني آدمين بعد إلقاء القبض عليه في مصر وأفلع يدته. أنا طبعا مني جهة قضائية لأحكم على هذا الشخص إذا هو معه حق أو ما معه حق، ولكن أنا كتخصصي أو اختصاصي بهذا الموضوع لأني أنا دكتور علاج طبيعي، فمن هون عم بعطي رأيي بهذا الموضوع. وأكيد تقنية الطق ديما هي تقنية بتريح وقتيا، ولكن هي منا تقنية علاجية، هي لا بتعم لا بتقوم باستقامة العمود الفقري ولا بترجع ديسك مكانه. ومن مقاطع يوسف خيري مع مشاهير مصر كنا بنشوفه بيطقطق رقبتهم وبنسمع أصوات الطقطقة، فهل التقنية دي خطيرة؟ نعم هي تقنية خطيرة جدا. يعني أنا من الأشخاص اللي الدكتوراه تبعيتي عملها بأمريكا، بس الدكتوراه أنا عملتها بست سنين، بعد خمس سنين لسمحولنا أنه نعمل تقنية الطقطقة للعمود الفقري، لأنه هيدي التقنية نعم ممكن تسبب كسور، نعم ممكن تسبب إعاقات، ومع الأسف ممكن تسبب وفاة أو شلل. وده اللي قالته ساندي أنه كان هيحصل لها بعد تجربتها مع سمكاري البني آدمين، واتهمته بأنه سبب لها إعاقة. وبعد ما شاف دكتور عادل لقاها مع إيتي بالعربي وشاف من خلاله فيديو طقطقتها، حب يشرح لنا إيه اللي حصل معاها. اللي ممكن يكون صار، ولكن أنا ماني عم أكد، إنه بتقنية معينة ديما بيكون ضغط على الحبل الشوكي، بيكون هي أصلاً عندها ديسك، واللي هو عمله إنه خلى هيدا الديسك يطلع أكتر من مكانه، فضغط على الحبل الشوكي اللي هو باللون الأصفر اللي موجود معنا هون باللون الأصفر، هذا الحبل الشوكي، وهذا الحبل الشوكي إذا انقطع بيصير يا شلل رباعي، وأحيانا مع الأسف بيصير وفاة. ومن خلال اي تي بالعربي دكتور عادل بيوجه نصيحه طبيه لساندي في حاله فعلا حصل معاها النوع ده من الاصابات. هلا اول شيء بقول لها سلامتها، يعني سواء هو الشخص اللي تسبب بهالشيء او لا، وبنصحها تراقب حالها كتير منيح وتشوف لو صار عندها تنميل باليدين او لو صار عندها ضعف بعضلات اليدين، يعني اذا كانت عم تحمل مثلا كوب وحست انه رح يوقع من ايدها، او رح عم تعمل اي شيء وحست انه رح يوقع من ايدها، بنصحها طبعا انها تتجه لجراحة، لانه بيكون هذا الديسك كتير ضغط على النخاع الشوكي، وهذا الشيء سيء جدا. وساندي واحدة من بين الاف زاروا سمكار البني ادمين ده غير المشاهير، فيا ترى هل هي الوحيدة اللي تعرضت لإصابة؟ وكطبيب علاج فيزيائي مختص دكتور عادل بيدي رأيه في التقنية اللي بيتبعها يوسف خيري بالطقطقة. غير علمية وغير طبية، ما الطقطقة ما بتكون لا بلف للرقبة ولا بطريقة، يعني ما بيكون الرقبة ملفوفة وعالية، لأنه ليه؟ إذا كانت الرقبة، يعني إذا طق الرقبة بهالطريقة، هذا اللي باللون الأحمر هو شريان، وظيفة هذا الشريان إنه يوصل الدم للدماغ، فلما الطقطقة تصير بهذه الطريقة اللي فيها برم بهالطريقة، اللي بيصير انه هيدا الشريان احتمال انه ينقطع ويسبب جلطات او حتى احيانا يسبب وفاة.